السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية، وفي فيديو جديدة من سلسلة فيديوهاتنا App of the Day. التطبيق اللي اخترناه اليوم هو تطبيق يدعى Plant Nanny Your Adorable Water Reminder. التطبيق هذا اخترته حبيت نحكي عليه خاطر تطبيق مهم برشا بالنسبة لنا ومهم برشا بالنسبة لصحتنا، لأنه شرب الماء بكثرة خلال اليوم أمر منصوح به. والحاجة الطريفة اللي جبدتني في التطبيق هذا اللي باش نكتشفه معاكم توا، لكن من خلال الفكرة الصغيرة اللي خذيت على التطبيق هذا عرفت انه التطبيق هذا يحاول انه يذكرك بشرب المياه على اكثر من مرة في وسط اليوم من خلال اسلوب طريف يعتمد على لعبة. يعني حسب ما فهمت كما قلت لكم من التطبيق هذا وتنزيدوا نكتشفوه مع بعضنا، انه من خلال لعبة صغيرة باش يذكرك ديما في وسط اليوم انك تقوم بشرب المياه. دونك التطبيق هذا تنجموا تلقاوه بالطبيعة في متجر تطبيقات جوجل. بعد ما تقوموا بالتحميل متاعو نضغطوا على Open. كما قاعدين نشوفوا يعني حتى الألوان متاعو ألوان جذابة. به لهنا يعطينا بعض المعلومات، يقول لنا people need water. Water occupies 70% of our body weight. يعطينا بعض كما قلنا بعض المعلومات. نضغطوا على start. Plant Nanny will send you notifications to remind you to drink water. لهنا تحبوا انتوما يبعث لكم اشعارات والا لا، قولوا له notify me. يسالنا لهنا على الوزن متاعنا، خلينا نحطو لهنا الوزن متاعنا حسب التقريب، خلينا نحطو 80 كيلو. به دونك لهنا يقولنا tell us your weight and activity level and we will tell you how much water you need per day. نضغط على next. لهنا يسألنا على نوعية النشاط متاعنا، هل النشاط متاعنا هو نشاط دونك عادي دونك متوسط، وإلا النشاط متاعنا ما ماناش قاعدين ما نقوموش بتمرينات رياضية، وإلا نقوم بأكثر من 7 ساعات من ممارسة الرياضة في الأسبوع، وإلا تقوم دونك بين 5 و7 ساعات من الرياضة. بالنسبة لي النشاط هو نشاط متوسط، ولهنا يقوم التطبيق مباشرة باحتساب قديش لازمنا من كوب من الماء في اليوم الواحد. يقول لنا لازمك تشرب 2963 ملي لتر من الماء في اليوم الواحد، اللي هو يقابل تقريبا 13 كاس. السعة متاعو 240 ملي لتر. به نضغطو على ستارت. لهنا اعطانا النبتة الاولى اللي هي sunflower love to drink 3000 ملي لتر من الماء كل يوم باش تحافظ على النظارة متاعها. I not only like to train but likes to sun. Train but likes to the sun. The sun makes me full of life and the rain gives me vitality. به دونك نضغطو على planted. باهي دونك كونغراتس يو جاست ديسكفر ا نيو بلانت ساني. نضغطو على قطرة الماء باش تشرب هي. به يور فيرست كاب اوف واتر توداي. دونت فورجيت تو درينك واتر اون تايم تو كيب هيلث اوف يور بلانت. لهنا كيما قاعدين نشوفوا في الوقت اللي قاعدين احنا نقوم فيه بسقي النبتة هذية، هو كذلك يطلب منك انك تشرب كاس ماء. عاودوا نضغطوا. به لهنا يقوم باعطائنا بعض الهدايا. نضغط عليها ناني لايسنس كومبليتد ان فولو ذا كليم ريورد. بعض الهدايا الاخرى. به واضح يعني بالنسبة للتطبيق هذا كما قاعدين تشوفوا كل مرة التطبيق يبعث لك اشعار. حسب ما فهمت يعني التطبيق يبعث لك اشعار، تدخل انت للتطبيق هذا تشرب كاس ماء يعني، وتدخل تقوم بسقي البذرة هذه. بالنسبة للاعدادات يعطيك دونك تختار اللغة، الموسيقى، ساوند افكت، قداش لازمك من كاس، قداش سعة الكاس متاع الماء اللي تشرب فيه،
قديش الهدف متاعك اليومي إلى آخره. يعطيك لهنا الأحصائيات، قديش قمت بشرب من كاس ماء في اليوم. به لهنا يعطيك أبارامو، فما نباتات أخرى تنجم تشريهم. ولهنا عندك قديش كما قلنا قديش قمت بشرب مياه. ولهنا تلقى النبتة متاعك، شوفوا فما شي حاجة أخرى موجودة. You need 3 more plants. استعد تقريب للليفل اللي بعده. حاسيلو باش ما نزيدوش نطولوا، يعني لهنا الفوق عندك سكور متاعك موجود، في الليفل اللي عندك زادا موجود كيف كيف، دونك ما زلت في الليفل الأول. بالنسبة للتطبيق عموما تطبيق مسلي شوية، وينجم يذكرك كما قلنا بشرب المياه بأسلوب لطيف وبأسلوب طريف. حقيقة كما قلت لكم معناها يمكن الهدف الرئيسي من التطبيق هذايا هو اللي خلاه تطبيق شجعنا عليه. إن شاء الله تكون الحلقة متاع اليوم عجبتكم. بالنسبة للتطبيق هذا شخصيا نعطيه عدد بين 6 و7/10، نظرا لأنه حقيقة ماهوش جذاب برشا كي جربته، على عكس ما الفكرة اللي كانت عندي قبل ما نجرب التطبيق هذا. عموما إن شاء الله أنتم يكون عجبكم، تنجموا تجربوا التطبيق هذا، إن شاء الله يكون مفيد بالنسبة لكم، ونعود نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. وشكرا على مشاهدة الحلقة متاعنا، إلى اللقاء.